يلا سوا أنا وياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مرة واحدة، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص طيب، وش نقرأ بعدها؟ اللي عندهم المس العاشق، واللي عندهم العين، واللي عندهم كل شيء، انتبهوا سمعوا، يلا اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يلا وقدمنا مرة واحدة بس، أنا قاعد أكرر على أساس اللي مو بحافظ الآية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمام يلا عيد عليكم الآية، يقول ما لحقت الآية اللي قبلها سورة الفاتحة، والآن قبلها سورة الفاتحة، والآن تقرؤون الآية هذه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمام يلا نقرأ الآية اللي بعدها. فأصبح هشيما تذروه الرياح. فأصبح هشيما تذروه الرياح. يلا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. يلا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبغى حنا اللي عندهم مثلا أورام لا سمح الله، أو عندهم أورام تكيسات في المبايض أو أي شيء، يلا نعيد الآية هذه ابشروا. يلا. فأصبح هشيما تذروه الرياح. تكفي. فأصبح هشيما تذروه الرياح. النفث هواء فقط بدون ريق في الماء. تمام طيب يلا نقرأ الآية اللي بعد، أساس اللي عندهم أورام الله يحميكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. 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 فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أمثوا في الماء. يلا في الآية اللي بعدها يلا. لا لا مرة واحدة، أنا قاعد أكرر أساس تفهمون، حتى الحامل ما عليها تقرأ. نعم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمراض الدم والأمراض الوراثية، كل شيء بمشيئة الله سبحانه. اقرأوا أنتوا اقرأوا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية. ومثل يلا. ومثل كلمة خبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يلا في الماء. يلا قروها. لا تروشوا لحظة. ومثل كلمة خبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما لها من قرار. يلا اللي قبلها طيب. اللي قبلها طيب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يلا مرة واحدة مرة واحدة. يلا امثلوا في الماء حقكم. يلا آية الكرسي. يلا آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انفثوا في الماء بعد آية الكرسي. اخلصوا. اللي يخلص يقول خلصنا. تمام يلا. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يلا. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. تمام يلا نقرأ الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يلا يلا قروها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يلا رددوا معي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الثلاث. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يلا يا شيخ الصورة الثانية.
يلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب خلصتم مويتكم؟ يلا قولوا على الآية، خلونا نعطيكم على أساس اللي فيه لا سمح الله أمراض جسدية. يلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يلا تمام، يلا يلا الحمل. طيب ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، وقل ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، وقل ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. خلاص طيب المويه حقتكم جاهزه، صلوا على رسول الله، قل اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله وانفثوا في الماء. بعدين قولوا لا اله الا الله للعظام. يلا تمام تمام للعظام. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طبعا للأعصاب للجسد للعظام لكل شيء، ترى مو بالمقصود العظام فقط، يحيي العظام يحييك أنت بعد ما كنت رميم، بعد ما كنت تعبان، انحباس الدورة كل شيء يطلع بمشيئة الله. الآن كلكم تصيروا بخير، بس قولوا يا رب، قولوا يا رب. يلا كله حتى السحر حتى المشاكل هذه كلها تروح بمشيئة الله. يلا نقرأ الآية هذه يلا وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي ما في يمينك، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يلا نقرأ اللي بعدها. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. انفثوا في الماء. يلا شوف قاموا يقولوا خلاص اللي تعبانين، اسأل الله ان يمدكم بالصحة والعافية يشافيكم. قولوا لا اله الا الله، حتى اللي يقول لي خلاص قولوا لا اله الا الله. الصرع، التشنجات، السحر، الحسد، المس الطائر، المس العاشق، المس الممرض، الانتقام، اي شيء فيه شيء من الشياطين، في كل شيء من الشياطين. خلاص استعنتوا بالله، نفذتوا في هذا الماء. ان بغيتوا تحطون مويتكم هذه على دبه مويه اكبر حطوها الان، عندكم مويه اكبر حطوها. تبغون تشوفون ايش اللي فيكم، كل واحد منكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اشربوا المويه. يلا اشربوا نص او ربع الماء. بسم الله الرحمن الرحيم.